بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن شابتر اللي هو الخاص بالانرجي والانرجي ترانسفير والسورس والفورم اوف انرجي. زي ما احنا عارفين ان فورمز اوف انرجي كتير جدا، اشهرها بالنسبه لنا واللي كلنا نعرفه زي الكاينيتيك انرجي اللي هي هاف ام في سكوير، او البوتنشال انرجي اللي هي ام جي زد او ام جي اتش الارتفاع عن مستوى سطح البحر. وفي فورم مهم جدا للانرجي اللي هي بيسموها الفلويد انرجي او الميكانيكال انرجي ان فلويد، اللي هي الانترنال انرجي والكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي لاي ماده، مجموع الثلاث طاقات دول لاي ماده اللي هو حاصل جمع الانترنال انرجي بلس الكاينيتيك بلس البوتنشال، بيسموها الفلويد انرجي او الميكانيكال انرجي اوف فلويد. فورم مهمة جدا من الطاقة وهي الهيت، ودي من الانرجي المهمة اللي هندرسها في الكورس بتاعنا. وزي ما احنا عارفين ان تعريف الهيت هي فورم اوف انرجي ترانسفير بتوين ذا سيستمز او اور ماتر ديو تو تمبريتشر ديفرنس. من الهاي تمبريتشر ليفل الى اللو تمبريتشر ليفل، و بيبقى في منها نوعين اساسيين اللي هي السنسبل هيت واللاتنت هيت. وتعريف السنسبل هيت هي الحراره اللازمه او هي الحراره المضافه للماده بيتبعها تغير في درجه حراره الماده عند ثبوت فيز الماده. بيبقى الماده في فيز واحد سواء كان سوليد او ليكويد او جاس، بنضيف له حراره او بنسحب منه حراره بيتبعه تغير في درجه حراره الماده بتاعتها. اما النوع الثاني من الهيت وهي اللاتنت هيت، واللاتنت هيت هي كميه الحراره المضافه او مسحوبه من الماده بيتبعها تغير في فيز الماده، اللي هي الخاصه بالميلتنج او الايفابوريشن او العكس الكوندنسيشن والسوليديفيكيشن. كميه الحراره دي بتضاف للماده، بتغير من الفيز بتاعها، بتكسر الروابط الكيميائيه بين الجزيئات عند ثبوت درجة الحرارة. إذا عندنا نوعين من الحرارة، sensible heat ودي خاصة بزيادة أو انخفاض درجة الحرارة سواء كانت مضافة أو منزوعة من المادة، والليتنت هيت والحرارة الكامنة ودي خاصة بتغيير فيز المادة سواء كانت مضافة فبتحول من solid liquid أو من liquid vapor، أو مسحوبة من المادة ودي بتحول من vapor liquid أو من solid من liquid لsolid solidification. طبعا احنا عارفين ان الحرارة بتنتقل من جسم الاخر بثلاث طرق للانتقال زي ما عرفنا في الفيزياء، اللي هي الكوندكشن والكونفكشن والراديشن. مش هنتكلم عن طول انتقال حرارة في كورس الثيرموديناميك، لان في كورس كامل اسمه هيت ترانسفير وهندرس فيه ان شاء الله في السنين اللي جاية طرق الانتقال الحرارة بالتفصيل. لكن كل اللي يهمني ان احنا عندنا نوعين من الحراره اللي هي السنسبل هيت، وبتتحسب ام سي دلتا تي، ام اللي هي الماس والدلتا تي التمبريتشر ديفرنس نتيجه لاضافه او سحب الحراره ديت، والسي اللي هي السبيسيفيك هيت للمواد. وزي ما عرفنا السبيسيفيك هيت للماده بنقدر نحددها من الثيرموديناميك تيبلز سواء كان سوليد او ليكويد او جاس. ولو هو جاس عرفنا ان دي اثنين سبيسيفيك هيت، سبيسيفيك هيت ات كونستانت بريشر وسبيسيفيك هيت ات كونستانت فوليوم، وحاصل القسمه بينهم بنسميه السبيسيفيك هيت ريشيو اللي احنا سميناها للايديال جاز جاما او للريال جاز اللي هي ان. النوع الثاني المهم من الطاقه اللي هندرسه زي ما اتفقنا اللي هو الورك، واحنا عرفنا الورك هي قوة مؤثرة في ديسبليسمنت معينة اف في اكس. والتعريف الرياضي العام للورك ان الورك من ستيت 1 لستيت 2 هو تكامل من 1 ل 2 اف دي اكس، اف الفورس ودي اكس اللي هي الديسبليسمنت او التغير في الازاحة. انواع الورك كتير جدا، اهمها بالنسبة لنا الالكتريك وورك
واللي هو حاصل ضرب الفولت في التيار في الزمن. زي ما انتم كنتوا عارفين من الفيزيكس ان الالكتريك باور هي حاصل ضرب الفولت في التيار في اي. لو ضربنا الباور في التايم تدينا الانرجي الطاقه اللي هي الورك في اي في الدلتا تي، دي قيمه الالكتريك وورك. النوع الثاني من الورك اللي بيهمنا اللي هو جاي من الفورس في الديسبليسمنت في اللي هو الشافت وورك. احنا عندنا الطاقه او الطاقه اللازمه لدوران اي شافت هي عباره عن التورك في الاوميجا. التورك اللي هو اف اف ار الفورس في الراديوس، والاوميجا اللي هي الانجلر فلوستي اللي هي 2 باي ان، وان دي ريفوليوشن بتاع العمود عدد لفات العمود. لو كانت ار بي ام ريفوليوشن بير مينيت بنقسم على 60 عشان نحولها ريفوليوشن بير سكند ار بي اس. النوع الثالث اللي بيهمنا الورك هو السبرينج وورك، الشغل اللازم عشان نعمل اكستنشن للسبرينج او كومبريشن ليه، وده بيساوي هاف كي اكس سكوير. طبعا الكي اللي هي الستيفنس كونستانت او السبرينج كونستانت، ده بقى ثابت الماده المصنوع منها السبرينج، والاكس ده مقدار الديسبليسمنت اللي حصل للسبرينج بتاعنا سواء اكستنشن او كومبريشن. اخر نوع هندرسه في الورك واهم نوع بالنسبه لنا هو الموفينج باوندري وورك، شغل الحدود المتحركه، وده بينتج من تغير الباوندري او حركه الباوندري بتاع السيستم، سواء تمدد زياده فده معناه ان السيستم هو اللي بيطلع شغل، ده بالنسبه لي يبقى بوزيتيف، او كومبريشن السيستم حجمه بيقل الباوندري بتاعته بتتحرك في اتجاه انخفاض الحجم، وده بيبقى نيجاتيف لان ده معناه ان انا ببذل شغل على السيستم عشان يحصل له كومبريشن. وزي ما عرفنا من تكامل او المعادله التكامليه للورك اللي هي تكامل من 1 2 اف دي اكس، بشيل الفورس واعوض بدلها بدلت البريشر والاريا، ويطلع لي ان الورك للباوندري وورك او قيمه الورك في الباوندري وورك سيستم هي تكامل من 1 2 البي دي في. وعشان نحل التكامل ده بنفترض افتراضات معينه، ثيرموداينامك بروسيس معينه اللي هم الخمسه اللي اتفقنا عليهم اللي هي الازوباريك بروسيس، وفيها الورك بيساوي البي دلتا في في 2 ماينس في 1، او الايدوثيرمال بروسيس وورك ودي اجراء درجه الحراره الثابته وفيها بيبقى الورك بتساوي ام ار تي لين في 2 اوفر في 1، او الايزومتريك بروسيس او الايزوكوريك بروسيس اجراء الحجم الثابت وفي بيبقى الورك بزيرو لان ادام حجم المنظومه ثابت يبقى تغير في حجم التغير في حجمها بصفر، يعني الباوندري بتاعت المنظومه ما بتتغيرش ما بتتحركش، اذا ادام ما فيش حركه للباوندري اذا لا يوجد موفينج باوندري وورك، يبقى الورك في حاله الايزومتريك بروسيس او الايزوكوريك بروسيس بزيرو. الاجراء الرابع اللي بيهمنا الادياباتيك بروسيس وورك، وده الاجراء المعزول حراريا الهيت فيه او الكيو فيه بتبقى بزيرو، يعني المنظومه بتاعتنا لا تسمح بمرور الطاقه الحراريه عبر حدودها سواء بالدخول او الخروج. وزي ما اتفقنا من الاسبوع اللي فات ان الاجراء ده اجراء مثالي مش موجود في الطبيعه، لان انا ما اقدرش اعزل السيستم بتاعي عزل تام ابسوليوت انسوليشن، ده مش موجود في الطبيعه. فبالتالي اجراء الادياباتيك ده اجراء افتراضي مثالي انا بفترضه، وقلت لك عشان هو اجراء افتراضي بيبقى الغاز اللي فيه السيستم بتاعنا الادياباتيك ده بنفترضه ان هو ايديال جاز، غاز مثالي، والغاز المثالي بتاعنا تبقى السبيسيفيك هيت ريشيو بتاعته ثابته ما بتتغيرش لان هو غاز وحيد افتراضي غير موجود في الطبيعه، وهي بتبقى 1.4. اذا الجاما فور ايديال جاز السبيسيفيك هيت ريشيو فور ايديال جاز رقم ثابت 1.4، ويبقى قيمة الورك في الأدياباتيك بروسيس هي B2V2 ماينس P1V1 على 1 ماينس الجاما. أما الإجراء المعزول فعليا، معزول حراريا فعليا، فالإجراء ده إحنا بنعمل انسوليشن للسيستم
بنسبة معينة، فبنقدر نقلل الهيت اللي خارجة منه، لكن ما بنقدرش نخليها زيرو. هي يعني نعم قلت بس مش بصفر، والإجراء ده بيسموه الإجراء المعزول فعليا، البوليتروبيك بروسيس. إذا ده إجراء حقيقي، ولو هو إجراء حقيقي إذا بيتعامل مع الغازات الحقيقية الريال جاسس. وطبعا الريال جاسس دي غازات كتير جدا اللي موجودة في الطبيعة، وكل غاز ليه سبيسيفيك هيت ريشيو مختلفة، لأن سي بي وسي في بتاعته بتبقى مختلفة عن الغاز التاني. إذا السبيسيفيك هيت ريشيو في الريال جاسس دي أرقام كتير حسب نوع الغاز، وبنسميها الـ N. وفي الحالة دي الورك في البلوتروبيك بروسيس يبقى بي 2 في 2 ماينس بي 1 في 1 على 1 ماينس الـ N، اللي هي السبيسيفيك هيت ريشيو بالريال جاسس. ودي بنحددها لكل غاز حسب نوع الغاز بتاعنا من الثيرموديناميك تيبلز اللي هو جدول اي 1. حسب الغاز بتاعنا اسم الغاز بتاعنا مفهوش نجيب، نقدر نحصل على السي بي والسي في وحاصل اسم بينهم اللي هي السبيسيفيك هيت ريشيو ان.